غير الجائز وهو اللغف القبيح. القبيح يا إخواننا معناها الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، معناتها بيشبه مين؟ بيشبه الحسن، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. لو واحد قال باسم بدل من بسم الله الرحمن الرحيم، قال باسم، باسم شو؟ هذا وقف شو؟ قبيح. قال الحمد من الحمد لله رب، الحمد شو؟ كلام مبتور. إذن الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو معنى مرفوضا، يعني معنى سيء، عرفنا؟ مثل الأمثلة اللي جبناها من شوي، وغير ما تم قبيح. فنرى على اللوحة تعريف الوقف القبيح، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. هالوقف القبيح هذا يا شباب لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف مضطرا أعاد. يعني واحد مضطر، نسي، سهى، بده يعطس، بده يسعل، ما بعرف إيش، وقف على وقف قبيح، ما خربت الدنيا، شو بيعمل؟ بيرجع لورا. انتبهنا؟ بيرجع لورا كلمة كلمتين ثلاثة حتى يأتي بمعنى متكامل. واضح يا أخي؟ واحد قال الحمد لله رب، رب شو؟ معنى مبتور هذا. إن الله لا يغفر، يا لطيف، هذا شو هذا؟ هذا معنى مرفوض. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لكن شو نعمل؟ بدنا نقرب الصلاة. مرة اتصلت أخت على البرنامج بدها تقرأ كيف نقرأ القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، وقفة، قلت لها يا أختي بدنا نأكل، شلون بدنا نأكل؟ شو لا تأكلوا؟ ربي ما بنهانا أن نأكل. مثلا هي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قولي لا تأكلوا الربا، مو لا تأكلوا. هذا الوقف شو؟ قبيح. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. يعني أكل المتاع سيدنا يوسف، والله مشكلة هاي. فهذا هون شو بيكون المعنى؟ مرفوض أو خاطئ، معنى خاطئ. انتبهنا كيف؟ مرة أخ عم يقرأ علي الله يذكره بالخير، قال عم يحكي بالكهف، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث. قلت له أنا حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ فأيام بتلاقي بيطلع أمثلة يعني مشكلة. إيه كمان تبت يد أبي، هذا إيه واحد تبت يد أبي، عم يدعي على أبوه يعني. واحد عم يقرأ كمان مرة عن سيدنا موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، هي أمة من الناس، وفعلا أمة إذا وقفت عليها شو بيتوقف عليها؟ أمة. بس باعتبار سيدنا موسى ضيع أمه وهو صغير، وجدها بمدين، ما بيصير هذا الكلام. فبيبقى الواحد بده يقرأ وهو صحيان. إذا خلاصة الكلام لما بدنا نقرأ القرآن العظيم بدنا نبقى صحيانين، خاصة إخواننا الأئمة أو الذين يقرؤون في المحافل. بكثير بسم بيقول لك بيحبوا الناس يقرأوا آخر سورة البقرة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. شو كما حملته؟ استغفر الله العظيم. قول كما حملته على الذين، ضاق نفسك قول كما، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أما تقول كما حملته مو راكزة، انتبهتوا يا أخواننا؟ فبده يبقى الواحد دائما، الله يرضى عليكم، لما بيقرأ القرآن بده ينتبه للمعاني وألا يفسدها.